فتح بلادنا العظيمة وبذكاء ونالة، ولكل زملاء كل التوفيق. الآن كما نشاهد الأهلي بالطقم الأسود، اسمعوا ضجيجهم في أنحاء جدة وتحديدا في الرحاب، يرددون بكم في لقاء الخليج والأهلي في هذا الربع ساعة تقريبا من كل شوط تشاهد فيها كرة قدم. ثم بعد ذلك الفريقين لا يستطيعون الركض أكثر عن زياد الجني، ولكن الكرة إلى وجود صافرة وخطأ، انذار في وجه اللاعب الكوري الجنوبي يو يانغ. شوف المحاولة الماضية، محرز أمامية إليوسكي أمام الجول، جول 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 جول. الأهلي يبدأ قصة الانتقام ويطل عليكم من جديد، ويؤكد بأنه لن يرحم أحدا. الأهلي يسجل 1-0 عن طريق فابيو. فابيو أخذ كورة، يمر يا عين يا فابيو، جول! إنما بتمر خطيرة، توصل لإدوارد مندي. الله الله يا فادي الرشيدي على اليمين، الكرة الهوية عرضية ملعوبة في مكان جميل، الله هي يا رياض، جايين جايين مع مدرج الجنون، جايين ألواننا خضراء، لون الفن والإبهار والبهاء. نحن الأهلي، قلعة شامخة البناء. شمراني ياخذ الكرة، خلاص، ويلعب كرة لفرانكيسي، وكرة ملعوبة للأمام، وتهجر إيمانيز، وهدف ثاني ملعوب وجميل كان عن طريق واضح في الصورة رياض محرز. شوف، واللاعب الآخر لفريق الخليج عبد الإله منصور حمزي، مع كرة منصور حمزي يلعب كرة للأمام، لكن كرة تتخلص وتروح إلى ركلة زاوية يسار. أليوسكي يتقدم للأمام، لكن في خطأ على منصور حمزي، أمام تتحول توصل في مكان جميل، لكن الكرة تتخلص، رائع جدا عبد الباسط هندي يخلص كرة من أمام إيفو رودريغيز، خطير جماهير الأهلي. كرة ملعوبة للأمام وتوصل بالراس، وكرة بتعدي من جانب روجر، الكرة بتتحول إلى ركلة مرمى لبيدرو ميغيل، يلعب كرة عالية للأمام، وكرة توصل، لكن كرة توصل حارس المرمى إدوارد مندي لمصلحة علي. رياض يأخذ كرة، رياض ويرسل كرة في مكان جميل، لكن كرة لازالت مستمرة وتوصل مرة ثانية لخارج الملعب إلى ركلة زاوية، توصل رياض يلعب كرة للقلب، إيفو راح يأخذ بطام، توصل في مكان جميل، كرة بلازات مستمرة للأمام، هل فيها شيء ولا لا؟ فيها أوفسايد، تال كرة في مكان جميل، يا جول! منصور حمزي، منصور حمزي البديل في الشوط الثاني، نعم يسجل بيدرو ميغيل، وبيدرو ميغيل يلعب كرة وعالية للأمام، لكن الكرة معها تحرك من جانب عبد الله السانك، يلعب كرة في مكان رائع جدا، جول! بتمر إلى حارس المرمى، أوفسايد، حالة تسلل، خذ كرة عبد الله، توصل لإيفو، إيفو يصوب، لكن إيفو وين؟ الكرة بعيدة من جانب إيفو، بعيدة عن دوار. شك حديث عن الشكر الخاص لوكالة المنشآت، هذه الكرة اللي كان فيها تدخل بطاقة صفراء محمد المجحد على إيفو رودريغيز، خطأ في منتصف الملعب استحق من خلال فهد الرشيدي على اليمين، الكرة الهوية عرضية ملعوبة في مكان جميل، الله هي يا رياض، جايين جايين مع مدرج الجنون، جايين ألواننا خضراء، لون الفن والإبهار والبهاء. نحن الأهلي، قلعة شامخة البناء.